يعني أنا رأيي الشخصي الدين ليس في المسجد إطلاقاً. نعم. المسجد مكان تتلقى فيه التعليمات وتقبض الثمن. كالشركات الكبرى يأتي مندوب المبيعات إلى الشركة يأخذ التعليمات وعينات البضاعة ويذهب، يعود مساء يأخذ عمولته. صحيح. فأما إذا توهمنا أن الدين في المسجد هذا خطأ كبير بل خطأ قاتل. الدين في دكانك، هل تبيع شيئاً يؤذي الناس؟ هل تبيع طعاماً أنت لا تأكله؟ الدين في مكتبك التجاري، هل تغش المسلمين؟ الدين في مكتب المحاماة، هل تعد موكل بأن الدعوة رابحة وفي يقينك أنها لن تربح؟ الدين في عيادة الطبيب، الدين في قاعة التدريس، هل تعلم هؤلاء الصغار العلم الصحيح؟ هل تحضر درسك جيداً؟ الدين في الحقل، هل تستخدم مادة مسلطنة هرمونات من أجل أن يكون الإنتاج وفير وله مظهر حسن تضحي بصحة الناس؟ نعم. أنا أفهم الدين في العمل، طيف الدين واسع، في البيت، في الطريق. نعم. يعني هذا الذي يبني مجده على أنقاض الناس أو يغش المسلمين، ماذا رأى؟ رأى أن هذا الربح الذي أخذه من غش المسلمين أكبر عنده من الله، لذلك هذا الإنسان ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. نعم. ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً، ولن يحقق لنا أي وعد من وعود الله أبداً. فإذا أردت أن تضع يدك على مشكلة المسلمين في العالم، إنهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، لكنهم ليسوا مستقيمين في بنود المنهج، مفردات المنهج. والمنهج كما أقول قد يزيد عن 500,000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. فالكلام دقيق، وأنا أنطلق دائماً من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. كل هذه الأعمال والعبادات ما لم ترافقها استقامة، انضباط، وقوف عند حدود الله، لا تقدم ولا تؤخر، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام ينفع الإنسان إن لم يستقم على أمر الله.